هالاند، فودن، ماديسون، بوين، تروسارد، جولة تسعة مجنونة في كل شيء. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده والنصايح الاسبوع العاشر من فانتسي البريمير ليج. حاجه الجوله اللي فاتت دي كانت فعلا جوله مجنونه في كل شيء. فودن وهالاند الاثنين بيجيبوا هاتريك قصاد مانشستر يونايتد. هالاند كان بيعمل 2 اسيست، 23 نقطه اجمالي، هو اكيد هيكون لاعب الجوله التاسعه في الدوري الانجليزي. بوين بيجيب اول جول في الموسم وبيعمل اسيست. ماديسون بيجيب جونين وبيعمل اسيست عشان ينقذ الناس اللي كانت مكتنه زي حالاتي كده في اخر يوم من الجوله. تروسارد في اول مباراه لديزيربي مع برايتون بيسجل 3 اهداف قصاد ليفربول عشان يخرج ب 20 نقطه. قولنا كده في الكومنتس انت جبت كام نقطه الاسبوع اللي فات، كان عندك كام واحد من الناس اللي اتجننت دي كلها، كنت مكابتن هالاند ولا روحت لحد تاني خالص، مين كان اكتر حد جاب لك نقط ومين اكتر حد خذلك في الاسبوع اللي فات. الحقيقه ان مفيش كتير يتضاف عن ايرلينج هالاند، خلاص هو العادي والطبيعي ان الناس كلها هتكابتن هالاند كل اسبوع. المنافس قوي، المنافس ضعيف، اي شيء كده كده بالكابتن هالاند كل اسبوع. في اوقات هتخرج عن يعني عن المألوف شويه، تروح تدور على حد تاني زي مثلا اختار جيمس ماديسون الاسبوع ده. الفرق مش بعيد، فرق في النهايه كله كان 5 نقط، ماديسون جاب 18 وهالاند جاب 23، الاثنين عملوا حاجات مش متوقعة. فالعادي بعد كده هيبقى كابتن هالاند، خصوصا لما يكون ماتشه كمان كويس او ماتش في ملعب الاتحاد. غير كده اعتقد ان الخروج عن النص في الحته دي هيكون قليل جدا جدا، وبشكل يعني هيبقى فيه المخاطره محسوبه 1000000% قبل ما تفكر تعملها. اللي في سيتي كان مختلف هو فودن. فودن سجل 3 جون قصاد مانشستر يونايتد على عكس ما كان بيحصل من اول الموسم. في اغلب فترات الموسم كان في الطبيعي ان فودن وجريليش او الجناحين عموما في سيتي بيفردوا الملعب على الاخر، واللي في اغلب الوقت بيكون داخل العمق بيكون كيفن دي بروينا او برناردو سيلفا او جوندوجان لو بيلعب مكان برناردو سيلفا، عشان يكون هما اللي يكونوا اقرب للجون. بيبقى في سويتشات في اوقات ما بين دي بروين وفودن على اليمين، ما بين برناردو سيلفا وجريليش على الشمال، ولكن ده بيكون الشيء السائد. قدام يونايتد كان العكس، كان دي بروين وبرناردو هما الاثنين اللي فاتحين الخط في اغلب الوقت، وفودن وجريليش هما اللي بيحاولوا يضموا العمق شويه، وبالتالي كانت خطوره فودن اعلى. هل ده معناه ان هو مش هيكرر الكلام ده في الاسابيع اللي جايه؟ لا مش شرط خالص، ولكن انا بديك السبب بتاع ان هو خطورته كانت اعلى بزياده عن الطبيعي في الجوله اللي فاتت. ويست هام للمباراه الثانيه على التوالي بيدي امارات هجوميه ان الفريق ده هيبدا يتحسن على الاقل في الناحيه الهجوميه. في ماتش ايفرتون ما كسبوش وفي النهايه خرجوا خسرين 1-0، ولكنهم كانوا احسن شويه في حته الهجوم. قصاد ولفرهامبتون الكلام ده بقى اترجم لاهداف. سكاماكا المهاجم الايطالي بيسجل اول اهدافه مع الفريق في الدوري ما بعد فتره كان فيه على الدكه بيلعب في دوري المؤتمر شويه، وحان الوقت اعتقد ان هو ياخد مكان انطونيو شويه لحد ما انطونيو يفوق. الراجل ماشي بشكل كويس، كان خطر في الماتش في لقطه كمان ثانيه كان ممكن يجيب فيها جون ثاني، وقف على فاول. هو شاطه طبعا في السماء، يعني في السماء قوي، كلمه في السماء دي قليله، بس هو كون واقف على فاول فده معناه ممكن يكون هيجي منه مستقبلا. جارب بوين اللي كان نجم السنه اللي فاتت وناس كتير بدات بيه الموسم ده بس ما قدمش حاجه من اول الموسم، جاب اول جول في الموسم واول دبل ديجيت في الموسم، ومنتظر كمان مع الماتشات اللي جايه الكويسه ان هو المفروض يقدم اكتر واكتر. واستهام ماتشاته كانت كويسه بدايه من الاسبوع اللي فات ومرورا باربع خمس اسابيع جايين كمان، ولكن كان اكبر خوف وقلق هو ان فورمه الفريق وقع. دلوقتي الموضوع بدا يتحسن شويه فيقدر يديك طمانينه شويه وانت بتشتري يا بوين يا سكاماكا زوما او فيبيانسكي في خط الدفاع لو انت محتاج حد او حارس او لاعب ممكن يطلع في اوقات بكلين شيت. ويست هام بالمناسبه مش فريق بيستقبل تسديدات كتير جدا على المرمى، ولكنه رغم كده ما طلعش كلين شيتس كتير قبل الجوله اللي فاتت، بيستقبل عدد فرص اقل ولكنه بيستقبل منها اجوان. فيبيانسكي ما بيصدش كتير، فده كان سبب من الاسباب اللي خلى كلين شيتس بتاعته قليله. من 4-5 جولات كده تقريبا كنا بنقول ان لعيبه ليفربول ما بقتش لازم تكون في فريقك، يعني انت لو بعتها فده مقبول. دلوقتي بقى العكس تماما، انت لازم تبيع لعيبه ليفربول، يعني تحديدا ارنولد ملوش اي لازمه يكون في فريقك، لا هو ولا اي واحد من خط دفاع ليفربول. انت محتاج في الفريق او يعني اللي ممكن تفكر فيه في الفريق هو لاعب واحد بس، يا اما صلاح يا اما لويس دياز، والاثنين بسعرهم دلوقتي ده في لعيبه قريب منهم او اقل منهم كمان في السعر بيجيبوا عدد نقط اعلى. فبالنسبه للاعيبه ليفربول على الاقل الجولتين الجايين هما بيلعبوا ارسنال ثم مانشستر سيتي، ابعد عنهم. لو قدموا حاجه قدام ارسنال والسيتي ساعتها تقدر تبدا تفكر فيهم تاني في الماتشات السهله، لكن قبل كده ما تفكرش في حد من لعيبه ليفربول. اخر حد عايزين نتكلم عنه هو تروسارد. تروسارد سجل هاتريك قصاد ليفربول. ديزيربي للمدرب كورته هجوميه، تبدا ناس تفكر انا لازم اجيبه، طب اعمل ايه، طب اروح له، طب لا. هو عنده توتنهام الجوله اللي جايه، عنده بقى ماتشين مقبولين برينتفورد ونوتنغهام فورست، وبعد كده عنده سيتي وتشيلسي ورا بعض، 5 ماتشات فيهم 3 في رايي صعبين. فممكن تعدي الجوله اللي جايه تستنى ماتش توتنهام تشوف كده الاجواء هيبقى فيها ايه، ولو انت عندك لعيب شاكك فيه، حد انت شايف ان هو ممكن ما يجيبش نقط بعد كده، ممكن ساعتها تروح بيعه وجايب تروسارد للجولتين اللي بعد كده اللي هو بيلعب برينتفورد. فريق مش سهل،
ولكن الوصول لمرماه برضه مش صعب قوي. وبعد كده عنده نوتنغهام فورست اضعف دفاع في الدوري في ملعبه، فساعتها تروسارد ممكن يكون رهان كويس جدا، بس اصبر عليه جوله كمان لان الضعف اللي فيه دفاع ليفربول كبير والضعف اللي من ناحيه ارنولد كبير، مش في كل مره هيكون وضع بنفس هذه السهوله. طيب ممكن نفكر ازاي للجوله اللي جايه او للجولات اللي جايه؟ خلينا نتناقش كده مع بعض شويه في شويه حاجات. اول حاجه هنعمل ايه في اصابه متروفيتش؟ استنى لحد ما تعرف طبيعه الاصابه ايه، هل هو هيغيب جوله ولا لا هيغيب فتره طويله، لان خلي بالك ان هو حتى لو غاب الجوله العشرة فهو في الجوله ال11 بيلعب بورنموث في ملعبه. بورنموث ما بقوش ضعاف زي الاول، ولكنه برضه هيظل فريق من اضعف 4-5 دفاعات في الدوري، فبالتالي لو هو يخيب لجوله واحده فما تبيعوش. عشان كده استنى لحد ما يجي وقت المؤتمر بتاعه وقرر على اساسها انت هتعمل ايه. طيب لو هو هيغيب لفتره طويله مين ممكن الناس اللي نفكر فيها تكون بدلة ليه؟ اولا عندك توني، ده الاختيار اللي هو الابرز او الناس كلها رايحه له. انا بصراحه مش مفضله قوي لان هو ماتشاته في الفتره اللي جايه مش سهله للدرجه دي، يعني عنده برايتون وعنده نيوكاسل وعنده مانشستر يونايتد، فماتشات برده في النهايه مش سهله مش بدرجه كبيره، ولكنه توني اخطر واهم واحد في برينتفورد اللي هي فرقه بتلعب بشكل منظم جدا وتقدر تهدد اي خصم قدامها. الخيار الثاني هو سكاماكا، وستا ماتشاته الجايه كويسه ونشيب قليله جدا جدا، اختيار ممكن تكون مراهن عليه للي جاي، فممكن تفكر فيه حتى كريسك لو انت معكش فلوس تجيب جارد بوين او ما عندكش مكان في نص الملعب لجارد بوين. ده الاختيار الثاني. الاختيار الثالث عندك كالوم ويلسون من نيوكاسل، ماتشاته اللي جايه شويه كويسه وشويه وحشه، يعني ماتش وماتش. ويلسون جزار بيعرف يسجل في اي وقت وتحت اي ظرف، وكمان عرضيات تريبيل كتير اعتقد ان هو المفروض هيستغلها اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. واخيرا سولانكي بيلعب ليستر سيتي الجوله اللي جايه، فممكن تكون مفكر فيك خيار يعني خلال 4-5 جولات لو جاب لك جونين مثلا 3 يبقى انت كسبان بشكل كبير جدا، ان هو 5 و7 بيلعب في بورنموث، ممكن تستغله لفتره قصيره من الزمن لحد ما يظهر حد تاني انت عايز تفكر فيه. تاني حاجه لعيب كريستال بالاس زاها وايزي، الفتره اللي جايه ماتشات كريستال بالاس احسن بكتير لحد فتره كاس العالم، فالطبيعي ان هم هيبداوا يتحسنوا اكتر ويجيبوا نقط اكتر وهنبدا نبص لهم بشكل كبير. زاها طبعا هو المين مان في الفرقه واهم واحد في الفرقه واللي معاه ضربات الجزاء، وبالتالي فالكل بيروح في الاتجاه ده. لكن لو انت معكش فلوس او انت محتاج حد باقل شويه ممكن تدور على حد زي ايزي. ايزي مشكلته الاكبر ان هو انتاجيا من ناحيه النقط الفانتسي قليل، مع الضربات الحره مع اغلب الركنيات مع شوط بعيد مهاري جدا بيصنع فرص كويسه، بس في النهايه اجمالي انتاجه الفانتسي قليل، فممكن تاخد منه شويه وشويه لا، بس ده طبيعي في النهايه مع فرق مليون ونص ما بينه وما بين ويلفريد زاها، فانت مش مستني منه يحقق نفس النقط دي. بلس عموما حتى لو عايز تفكر في حد من دفاعها زي جويتا زي ميتشيل، اندرسون للاسف غاب مصاب الجوله اللي فاتت قصاد تشيلسي للناس اللي جابته، ولكن في النهايه برضو دفاعهم مش سيء فممكن تفكر فيه للجولات اللي جايه. لو انت عندك مارتينيلي ما تبيعوش، مارتينيلي 6.5 مليون او 6.6، انت كنت جايب غالبا ب 6 مليون او ب 6.2 مثلا، بسعره ده ما فيش حد بيجيب النقط دي، ده اولا. ثانيا الجوله اللي جايه هو بيلعب ليفربول، الناحيه بتاعت ارنولد كلها عيوب ومشاكل دفاعيه وخلاف و و و، ومارتينيلي اصلا مهاري بشكل كبير جدا فهيشكل خطوره على ليفربول، وارد جدا يديك عدد نقط كويس. فلو عندك مارتينيلي احتفظ بيه، الجوله اللي بعد كده هيبقى عند ليدز يونايتد، بعد كده جوله بلانك، بس بعد البلانك كمان ماتشاته كويسه، فمارتينيلي لاعب يكمل معاك لحد فتره كاس العالم، ما تتخلاش عنه من دلوقتي. واخيرا والحاجه الوحيده اللي في رايي اللي مستاهله تبص فيها على تغيير، لو انت عندك الاساسيات، يعني انت لو عندك ماديسون، لو ما تفكرش في بوين دلوقتي حالا، لو انت عندك طبعا كده كده هالاند كين اللي هي الاساسيات بتاعه الفرقه، فانا مش شايف ان انت محتاج تروح تغير حد الا طبعا اصابه متروفيتش طويله هو عندك، الا ان انت تبص على حد نص ملعب السيتي. دي بروين فودن دول اخطر اثنين ودول اقرب اثنين، مش هقولك بقى برناردو ولا جوندوجان ولا الكلام ده، في النهايه طبعا ما تعملش اي حاجه قبل ما تشوف ماتش دوري الابطال بتاع السيتي لاخره، تشوف مين هيلعب وهيلعب قد ايه، عشان انت عارف طبعا جوارديولا والروتيشن والهوبا ده، فخليك مستني لحد اخر وقت. خلي بالك من حاجه، لو انت عندك من ارسنال وسيتي الاثنين مع بعض 3 لعيبه ما تزودش رابع، لان انت بعد جولتين هتلاقي الاربعه دول بقوا بلانك، هتقولي طب ما انا عادي ممكن ابيع واحد منهم. بص بقى على ماتشاتهم بعد البلانك هتلاقي ماتشاتهم كلها سهله وهتحتاج ترجعهم تاني، فهتخسر تغيير وتجيب لعيب وتبيعه وبعد كده ترجع ترجعه تاني. فبالنسبه لي ثق في اللعيبه اللي عندك ما بين ارسنال وسيتي اللي هم عددهم 3 لعيبه، لو انت عندك اقل من كده ممكن تبدا تزود حد من نص ملعب السيتي، لان انت اكيد اكيد يعني ما بتلعبش معانا لحد دلوقتي وما عندكش هالاند. وتعالى بقى نختار الدريم تيم في الاسبوع العاشر من فانتسي البريمير ليج، البدايه بحراسه المرمى وهي فابيانسكي قصاد فولهام. لو استمر غياب متروفيتش انا هلعب على كده، فهيبقى فرصه الفرقه افضل نطلع بكلين شيت، هيستغلوا حاله الصحوه والفوقان اللي هم فيه ويبداوا يكملوا على كده. في خط الدفاع هيكون فيه 3 لعيبه، الاول هو ريس جيمس من تشيلسي قصاد ولفرهامبتون، ولفرهامبتون اقال برونو لاج، ما تعرفش بقى المدرب المؤقت اللي جاي هيقدم ايه.
لكن ماتش في ملعب ستانفورد بريدج تشيلسي محتاج يكمل في انطلاقته احسن واحسن. اتصور ان اربعه مدافعين بيلعب بيها جرام بوتر مش كويسه، فالمنتظر انها تتغير شويه. طبعا هنشوف ايه هيحصل في دوري الابطال، ولكن خط جيمس يكون اللاعب الاول في خط الدفاع. الثاني هو اهم لاعب في منظومه نيوكاسل، وهو كيران تريبيه اللي بتعدي من عليه كل حاجه تقريبا، الفاولات والركنيات والكور العرضيه والكور المتعلقه، كل حاجه بتعدي من عند تريبيه. الاختيار الثالث والاخير في خط الدفاع هو ميتشيل الباك بتاع كريستال بالاس، بيلعب ليدز يونايتد. ليدز مش بنفس السوق بتاع الدفاع السنه اللي فاتت، وهجوميا قوي، رودريجو كمان كان خطر الجوله اللي فاتت، ولكن انا اختار ميتشيل عشان شويه الضعف اللي موجودين فيه الظاهرين عند ليدز يونايتد، سواء في الاوفر اللي هو بيلعبه او في كوره يكون قاطع فيها بشكل عكسي ممكن يعمل خطوره. في نص الملعب هيكون عندنا خمس اسماء، البدايه بكيفين دي بروين المتالق بثمان تمريرات حاسمه لحد دلوقتي في الدوري الانجليزي، واللي هو هالاند عاملين ثنائيه مرعبه جدا جدا، هيكون هو اختيار الاولاني في الدريم تيم قصاد ساوثامبتون في ملعب الاتحاد. الاختيار الثاني هيكون جارو بوين من ويست هام قصاد فولهام في ملعبه برده ملعب الاولمبي بتاع ويست هام. بدا يقول ويست هام وبجارب بوين هو واحد من اهم اللاعبين اللي كان دايما معايا في فريقي في السنين اللي فاتت، وبالتالي فهو الخيار الثاني بالنسبه لي. اللاعب الثالث هو رحيم ستيرلينج اللي حط كره في القائم في ماتش كريستال بالاس وما كانش محظوظ انه يخرج بلانك قصاد ولفرهامبتون في ملعب ستانفورد بريدج. ولفرهامبتون بعد اقاله المدرب الغربال الجديد ليه شده وهيبقى فيه شويه صحه، ولكن شايف ان تشيلسي يقدر يكسب ماتش زي ده. الخيار الرابع هو ويلفريد زاها لنفس الاختيار اللي انا اخترته عشانه ميتشيل، مشكله ليدز يونايتد في الطرفين واللعب من ظهر الباكين بتوعهم، وبالتالي زاها هو اختيار الرابع. واللاعب الاخير هو مارتينيلي اللي هيسرح في المساحات اللي في ظهر ارنولد قصاد ليفربول، ومتوقع يكون لاعب اكثر خطوره في الجوله اللي جايه. في الهجوم عندنا اسمين، الاسم الاول مش محتاج طبعا اقوله لك، هو اكيد 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 ايرلينج هالاند وتشارلز ساوثامبتون، ومن غير ما اشرح اي حاجه ولا اقول لك اي حاجه. اللاعب الثاني هو الصراحه المظلوم باللي بيقدمه ايرلينج هالاند، بنتكلم في لاعب جايب 7 تجوان وعامل اسيست في 8 ماتشات، ولكن بيتشاف ده عادي او ان هو ما بيعملش حاجه في الفانتسي من ناحيه النقط يعني، وهو هاري كين. هاري كين بيلعب برايتون، اعتاد ان هو يسجل قدام برايتون، سجل له قدامهم كويس، وبالتالي كانش ينفع ما اختاروش في الدريم تيم، وهو اخر لعبه يكون موجود معاه. مش هحرق بقى الميجا بايتس بتاعتك ولا الباقه ولا الوقت اللي انت هتتفرج عليه وانا بكلمك في دقيقه ولا في دقيقه ونص عن اختيارات الكابتن اللي ممكن تكابتنها، لان انت اكيد في النهايه والطبيعي والبديهي هتكابتن ايرلينج هالاند اللي هو ما بيرحمش حد، بيسجل في الكبير والصغير، بيسجل بالكوم، بيلعب ساوثامبتون في ملعب الاتحاد، فكابتن يا ابن هالاند. وبس كده شباب، ده كده كان كل عندنا في حلقه نصايح الاسبوع العاشر من فانسي بريمير ليج. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت على يوتيوب، تعمل لنا شير على فيسبوك وريتويت على تويتر، ونلتقي باذن الله قريبا في حلقه جديده، ونشوفكم على خير. سلام.